هنروح لزميلنا فاروق صلاح ولقاء مع الكابتن سامي قمصان مدرب النادي الاهلي. اتفضل يا فاروق. من جديد كل التحيه ليك يا كابتن ايمن ولضيوفك الكرام ولكل مشاهدينا ومشاهدي متابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. زي ما قلنا مباراه كبيره جدا من لعيبه النادي الاهلي والفوز على فريق صن داونز بهدفين مقابل لا شيء، وكان مهم زي ما حضرتك قلت وضيوفنا الكرام قالوا عدم استقبال اهداف في هذه المباراه. يعني عقب المباراه يسعدنا ان يكون معنا في هذه الاثناء الكابتن سامي قمصان. كابتن سامي، مباراه كبيره جدا، شوط اول مهم جدا، الاهم منه مش ان 2-0، ان انا ما استقبلتش اهداف. طبعا تحدي كابتن ايمن وضيوف، طبعا زي ما انت قلت مهم جدا، بتلعب خصم مميز جدا. انت عارف حساسيه المباراه ووجود الراجل معانا وقد ايه المباراه كانت عصبيه جدا، يعني يمكن اول مره اشوف فريق جنوب افريقيا بيقاتلوا كده، فالموضوع كان صعب جدا. مباراه تكتيكيه اعتقد على اعلى مستوى. زي ما انت قلت مهم جدا ان انت ما كنتش تستقبل اهداف، مهم جدا ان انت تسجل. الحمد لله خلصنا شوط مهم جدا، لكن عندنا شوط اصعب 90 دقيقه ثانيه. اعتقد ان شاء الله بتصميم اللعيبه ديت وباجتهادهم واخلاصهم، اعتقد ان شاء الله ربنا يسهل، ان شاء الله ربنا يوفقنا ونقدر نعدي يعني. لكن مباراه كبيره بالنسبه لهم، بشكرهم على الجهد. يمكن كان في عصبيه شويه في الاداء، لكن دي مرتبطه طبعا باللي انت عاوز، حاسس باهميه المباراه، حاسس الماتش صعب جدا عليك، مش صعب فنيا، صعب اللي انت بتحمل مسؤوليته يعني. فاعتقد الحمد لله بشكرهم جدا، واتمنى ان شاء الله ربنا يوفقنا المباراه الجايه ان شاء الله. كابتن سامي، من النقاط المهمه جدا يعني رغم ضغوط وتوالي المباريات، لكن توقيتات احراز الاهداف ده مهم جدا، ان لعيبه النادي الاهلي محتفظه بتركيزها على مدار ال 90 دقيقه، هدف في البدايه، هدف في النهايه، بتبدا كويس وبتنهي كويس. وده الاهم جدا اللي انت تعمل كده يعني. المهم جدا اللي انت اول اللي انت تفكر اللي انت ما تستقبلش، لان دي نقطه مهمه جدا يعني. ممكن الراجل اتكلم عليها واكد عليها كذا مره يعني. النقطه الثانيه اللي انت بقى طبعا اي فرصه تجي لك لازم تستغلها، واعتقد يعني الفرق الكبيره بتلعب كده يعني. بتشوف ماتشات في اوروبا نفس القصه، ما بتفكرش في الاستحواذ اكتر قد ما بتفكر ان انت ازاي تقف كويس، تقدر تنظم كويس عشان تقدر تشتغل على كونتر اتاك كويس، تشتغل السرعات اللي انت عندها كويس، تغييرات، تحاول تطول الماتش عشان تقدر تستغل الجهد البدني اللي هم فيه. فاعتقد الحمد لله الراجل اعتقد اللي هو دار مباراه كويس، حتى التغييرات الحمد لله اثرت علينا وعلى شكل الفرقه، وان شاء الله لسه ان شاء الله الخطوه اللي جايه ان شاء الله دي الاهم بالنسبه لنا، ان شاء الله ربنا يوفقنا فيها. كابتن سامي، يعني من النقاط المهمه جدا اللي اختلف، يعني حضرتك قريب من الاحداث، ايه اللي اختلف في تحضير بيتسو موسيماني لهذه المباراه عن مباريات كتير فاتت؟ يعني انا شايف ان النهارده اللعيبه درس فريق صن داونز كويس، قافلين على مفاتيح اللعبه كويس، في حاله هدوء عند اللاعبين، في شخصيات لعيبه مهمه جدا اثرت في هذا اللقاء. بص، انت كل طبعا ما بتعلى طبعا او بتلعب في مباريات كبيره اعتقد اللعيبه بتركز اكتر، ونفس القصه انت بطل افريقيا وانت بطل البطوله اللي فاتت، بتلعب خصم مميز عارفين عنك كل حاجه، واحنا نفس القصه. الحساسيه زي ما انا قلت لك وجود الراجل طبعا تحدي بالنسبه لهم، حتى الجهاز كان هو الجهاز المساعد للراجل، فطبيعي اللي انت بتبقى حاول مركز وعارف تفكير الراجل فكر ازاي واسلوبه ايه وبيفكر بيلعب بطريقه اللعب ازاي يعني. فممكن الحاجات ديت اللي ادت شويه حساسيه في المباراه يعني. لكن اعتقد الحمد لله المباراه عدت علينا، بالنسبه لنا الحمد لله زي ما قلت لك الشوط الاول مهم بالنسبه لنا، انا الشوط الثاني ان شاء الله نقدر نستغله كويس، ونقدر ان شاء الله نستغله كويس ونقدر ان شاء الله نعدي الدور اللي بعد ان شاء الله. كابتن سامي، مش مبالغ في الفرحه، لكن عندنا شوط ثاني هناك مهم ايضا، فريق صن داونز على ملعبه فريق يحترم، ايه اللي انتوا قلتوا للاعبين بعد المباراه؟ الراجل طبعا شكرهم على الاداء وشكرهم على الجهد زي ما انا، ولكن اكد برضو اللي انا بقوله دلوقتي اللي ان ده شوط خلص، عندنا شوط اهم بالنسبه لنا واصعب، هم عندهم ضغوط اكتر علينا، ان شاء الله نقدر احنا نستغل كويس الضغوط ديت ونقدر نستغلها كويس ونقدر نلعب كويس، احنا نبقى اهدى، عندنا فرص اكبر. واعتقد الحمد لله لخبرات اللعيبه وتصميمهم اللي عاوزين يعملوا حاجه كويسه ليهم ولناديهم، اعتقد ان شاء الله ربنا يوفقهم، وان شاء الله بنفس الروح دوت ونفس الاداء ده اعتقد ان شاء الله هيبقى ماتش بالنسبه لنا سهل ان شاء الله. اخيرا يا كابتن سامي، كابتن الخطيب كان موجود معاكم النهارده في مقر اقامه الفريق، ادى رسائل للجهاز الفني وللاعبين، ابرز الامور اللي قالها ايه؟ بص، هو دايما الكابتن وجوده مجرد وجوده لينا داعم طبعا لينا، انت عارف كابتن بالنسبه لنا وبالنسبه للكره المصريه كلها يعني حاجه كبيره جدا ومثل اعلى لكل اللعيبه وكل الاجهزه. مهم جدا لما انت بتلاقي رئيس النادي بيدعمك خصوصا في الاوقات اللي زي ديت يعني. الراجل اتكلم مع الراجل كويس واداله دفعه كويسه، ونفس القصه مع اللعيبه اللي هو بيثق في اللعيبه، بس هم قادرين ان هم يعدوا يعني. اعتقد الحاجات دي بتاثر طبعا نفسيا، انت عارف بتاثر نفسيا قد ايه على اللعيبه والجهاز. ان شاء الله ربنا يوفقنا ان شاء الله، ونقدر ان شاء الله نحرز البطوله الغاليه ديت بالنسبه لنا، ان شاء الله ربنا يوفق اللعيبه الفتره اللي جايه ان شاء الله. اشكرك يا كابتن سامي، وبالتوفيق ان شاء الله في الشوط الثاني، والتوفيق ان شاء الله في مباراه السوبر الافريقي. شكرا. كابتن ايمن، ده كان لقاءنا مع الكابتن سامي قمصان مدرب فريق النادي الاهلي، اعتقد نقاط مهمه جدا اتكلم فيها، وقال قطعنا شوط كبير جدا بالفوز النهارده على فريق صن داونز في المباراه الاولى في الشوط الاول، لكن يتبقى شوط ثاني في بريتوريا. ان شاء الله كل التوفيق لفريق النادي الاهلي وتحقيق نتيجه ايجابيه هناك، ومن ثم الصعود للدور قبل النهائي. من جديد تعود الكلمه للكابتن ايمن ولضيوفه الكرام.